السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد كوكا من كوكا تي في. طفل في الكونغو يتسلل الى المطار ويركب طيارة، يعني بص هو نط يجري جوه المطار، ركب طيارة خاصة، دور الطيارة وهطير انا هاجم. دول ان الامن قفشه ورفع عليه السلاح وثبته، وقف 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 نزلوه، قال لك انا قرفان من البلد وعايز اسيب الكونغو وسافر. الله اعلم بقى كان لو كان طار بالطيارة كان هيعرف يطير ولا هيقع ولا هو ساق طيارة فين قبل كده ليه؟ ولكن سبحان الله. تسيب لنا لايك شير سبسكرايب ونعرف في الكومنتات لو انت مكانه ونفسك تهرب من البلد وقدامك المطار وتعرف تركب الطياره، هتركب وهتسوق؟ طب هتعرف تسوق ولا هتخاف ولا انت ايه دنيتك؟ قول لنا بس في الكومنت وانا هسمعك. تسيب لنا لايك شير سبسكرايب، شغل جرس الشير، كل خبر جديد تعرفه اول باول، وكل خبر جديد تعرفه اول. سلام.